يا صولا مش هينفع اللي انت بتعمليه في نفسك ده. اهدي اهدي وكل حاجة هتحصل زي ما انت عايزة. قلقانة على هشام قوي ومتلخبطة مش عارفة أعمل إيه، أنا هتجنن. طب ليه كل ده؟ كل ما بفتح التليفون بلاقيه مكلمني كتير، أكيد بيدور عليا وقلقان يا حبيبي، وأنا مش هين عليا أسيبه كده وفي نفس الوقت مش عارفة أكلمه. ما هو مش هينفع برضه يا صولا، لازم تكلميه، لازم تكلميه وتطمنيه عليكي. ايوه انا عايزه اعمل كده بس مش عارفه هقول له كنت بايته فين ومع مين. قولي له اي حاجه يا صولا، قولي له انك بايته عند واحده صاحبتك، بايته في فندق، هو مش هيدور وراكي. لا اكيد هيدور، انت ما تعرفوش زيي. طب اهدي اهدي بس. هشام استنى بس، رايح فين؟ اوعى تعملي ايه؟ هشام تعملي ايه؟ هشرح لك. تشرحي ايه؟ هشرح لك. انا استنى اشرح لك. ما تفهمش غلط بس. ما انا قلبي وجعني عليك وانت بعدها. اسمع بس. خليني اشرح لك بس. تشرحي ايه؟ انا وصولة متجوزين. يا هشام يا هشام استنى استنى استنى. صولة بالراحة 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 بالراحة.